دوري المحترفين السعودي بيتشرف بعودة نادي الملكي نادي أهلي جدة السعودي قلعة الكؤوس للمنافسة فيه من جديد. البيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري سابقا والمدير الفني الحالي للنادي الأهلي السعودي بيتأهل بالفريق إلى وضعه الطبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدينا أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. النادي الأهلي قلعة الكؤوس، النادي الملكي صاحب اليوبيل الذهبي، صاحب التاريخ المشرف اللي هبط السنة اللي فاتت للدرجة الثانية في صدمة لكل جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية. نادي أهلي جدة السعودي وضعه الطبيعي هو منصات التتويج، ازاي يهبط للدرجة الثانية إلا أن تشاء الأقدار وبفضل لعبته الرجالة وبفضل جمهوره العظيم اللي تكاتف واللي سند الفريق ودعمه رغم المؤامرات. قدر البيتسو موسيماني بتفكيره وتكتيكه وفنياته انه يعود بنادي اهلي جده السعودي الى وضعه الطبيعي. ودلوقتي وزي ما حضراتكم بتشوفوا معايا في الفيديو ده فرحة لعيبة النادي الأهلي وفرحة جمهور أهلي جدة السعودي وفرحة البيتسو موسيماني بعد ما الحكم ما صفر وفرحة المذيع وأعلنها حسمت تماما. نادي أهلي جدة السعودي في وسط الكبار، نادي أهلي جدة السعودي مكانه مع الكبار، نادي أهلي جدة السعودي مكانه منصات التتويج. وإن شاء الله بنأمل من المولى عز وجل إن نادي أهلي جدة السعودي يحقق بطولة الدوري الموسم القادم بمشيئة الله تعالى. ألف مليون مبروك لكل عشاق نادي أهلي جدة السعودي، وألف مليون مبروك لكل واحد محب للكرة الجميلة وعاشق للتاريخ العظيم، تاريخ النادي الملكي قلعة الكؤوس صاحب اليوبيل الذهبي، أول من جاب مدير فني أجنبي لدولة السعودية، أول من أنشأ أكاديمية لكرة القدم. نادي أهلي جدة السعودي نادي عظيم، نادي عملاق، نادي له رونقه وله تاريخه في قارة آسيا ومعشوق من كل الوطن العربي ومحبينه في جميع أنحاء الوطن العربي. كانوا يتألمون من هبوطه لكن الفرحة الآن تعتلي سماء أهل جدة السعودي. ألف مليون مبروك، وإن شاء الله إن شاء الله سيظل النادي الملكي شامخا عارقا بمشيئة الله تعالى. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك يا أخي ادعم أخوك باللايك، يلا يا أبو الصحاب اشترك في قناة أخوك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا.